تحياتي لكم، مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. لا تنسوا تكبسوا من فضلكم. فاتي غوز مرحبا وسهلا. سعيد تحياتي، مرحبا وسهلا. صوت جيد ياك حبيب، حبيب تحياتي. الحمد لله بخير وعلى خير. علي عين مرحبا وسهلا. ابراهام مرحبا وسهلا. ام شريفه وخير، تصبح الخير. ام زياد مرحبا وسهلا. مت حق مت، الله يرحمني. مراد تحياتي مرحبا وسهلا. اسبانيا اسبانيا مرحبا وسهلا. تكناوي يساش تحياتي. اذا نقول لكم بعض مشاهد من باريس. دعوات امي مرحبا وسهلا تحياتي. اكسل تيم مرحبا وسهلا. اذا نحييكم من باريس في هذه الدقائق، دقائق ان شاء الله لين نتكلموا فيها عن زيارة ديمستورا مؤخرا الى جنوب افريقيا. زيارة اللي ازعجت نظام المخزن، زيارة اللي تثبت للمخزن في ازعاج كبير. زيارة يعني تقول بعض المصادر وعلى رأسها الإعلامي الصحراوي رشيد زين الدين بأنها تأتي لغرض هام جدا، وهذا الغرض مرتبط بالصحراء الغربية وبالحرب بالتحديد، بالحرب في الصحراء الغربية، الحرب المستمرة منذ 13 من نوفمبر 2020. وليد تحياتي. إذن حسب ما قال الأخ رشيد زين الدين، أخت هاجرة مرحبا وسهلا، وليد تحياتي. حسب ما قال الإعلامي الصحراوي رشيد زين الدين حسب مصادر الخاصة، فإن ديمستورا زار جنوب إفريقيا بدعوة من جنوب من المسؤولين في بريتوريا من أجل بالأساس من أجل دراسة إمكانية وضع شكاية من طرف جنوب إفريقيا لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد نظام محمد السادس الإجرامي الذي يستعمل الطائرات المسيرة في ارتكاب جرائم ضد المدنيين وجرائم الإبادة الجماعية. كما تعلمون أن جنوب إفريقيا الآن عندها تجربة مميزة في هذا السياق، هذه التجربة قامت بها ضد إسرائيل التي تقوم اليوم بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وحسب ما يمكن أن يفسر من خلال المعلومات التي أوردها الأخ رشيد زين الدين، فإن نظام محمد السادس أيضا يمكن أن يتابع بتهمة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها حاليا في حق المدنيين في الصحراء الغربية وتحديدا في الأراضي المحررة من الصحراء الغربية. تصلنا بين الفينة والأخرى الكثير من الفيديوهات التي توثق لجرائم محمد السادس في الصحراء الغربية ضد المدنيين، وقد وصلنا فيديو قبل ساعات، قبل حوالي 48 ساعة، يوثق لما يمكن أن يكون عملا إجراميا جديدا في حق عدد من
المدنيين الماليين، المدنيون الماليون الأربعة الذين استشهدوا باستعمال قصف جبان وحقير لنظام محمد السادس ولجيشه الجبان، اللي ما هو قادر على مواجهة المقاتلين الصحراويين ولكنه قادر فقط على قتل المدنيين. هذو المدنيون الماليون الأربعة، يعني لو تشاهدون الوضع اللي هم موجودين فيه و يعني الجريمة التي ارتكبت في حقهم، وهم الذين كانوا آمنين تحت خيمة، ممكن فعلا أن تكون لديكم صورة عن إجرام محمد السادس وعن حقارته وجبنه وهو يقتل المدنيين. إذن الآن هناك محصلة المدنيين الماليين، هناك المدنيون الجزائريون أيضا، لا ننسى الشهداء الثلاثة سائقو الشاحنات الذين توفوا رحمة الله عليهم واستشهدوا جراء أيضا قصف جبان وحقير لنظام محمد السادس بالطائرات المسيرة الصهيونية. وما ننسى كذلك على أن هناك أيضا ضحايا مدنيون من السودان، ثلاثة مدنيين سودانيين، ولا ننسى العشرات من المدنيين الموريتانيين، العشرات من المدنيين الموريتانيين الذين فقدوا أرواحهم بسبب الطائرات الصهيونية المسيرة اللي اشتراها نظام محمد السادس من النظام الصهيوني لقتل المدنيين. هذه الجرائم كلها يبدو أنها ستكون أساس لدعوة يرفعها نظام جنوب إفريقيا، المسؤولون في جنوب إفريقيا ضد نظام محمد السادس، وسيستعملون من خلال ذلك دعوة قضائية في المحكمة الجنائية الدولية، هذه المحكمة اللي استقبلت قبل أيام فقط شكوى من طرف نظام من طرف جنوب إفريقيا ضد النظام الصهيوني. إذن هناك عمل يزعج نظام الاحتلال، وهذا هو اللي خلى كما لاحظتم على أنه تكون ردة فعل الرباط على زيارة ديمستورة إلى جنوب إفريقيا ردة فعل قوية، خاصة وأنه خرج عمر هلال ليهاجم ديمستورة، وخرج كذلك نظام أيضا نظام محمد السادس عن طريق برويطة المخزن أيضا لمهاجمة جنوب إفريقيا، ومهاجمة بالأساس الأمين العام أو المبعوث الخاص للصحراء الغربية ستيفان ديمستورة اللي زار جنوب إفريقيا بدعم أو بطلب من جنوب إفريقيا. إذن سيحاصر هذا النظام، سيحاصر نظام المخزن بالتأكيد، سيحاصر حصارا شديدا وسينال العقوبات التي يستحق، لأنه لا يمكن أبدا أن تذهب يعني دماء المدنيين هكذا، يعني سدى لا يمكن أبدا أن تذهب يعني دماء المدنيين لا الموريتانيين ولا السودانيين ولا الصحراويين ولا الجزائريين سدى. وبالتأكيد على أن اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب اللي هو أسلوب قتل المدنيين هو يعبر عن ضعف، يعبر عن ضعف الاحتلال، يعبر عن عدم قدرته على صنع أي انتصارات على الميدان ضد المقاتلين الصحراويين، يعبر على أن الجحش الملكي الجبان هو جحش غير قادر أبدا على الانتصار على المقاتل الصحراوي، المقاتل الصحراوي اللي أبان عن حنكته وتاريخ يعني جبهة البوليزاريو وتاريخ الجيش الشعبي الصحراوي، هو حافل بالانتصارات على الجحش الملكي، ولكنه أيضا حافل بعدالة قضيته التي لم تدفعه أبدا إلى ارتكاب أي أعمال إرهابية في حق أي من المدنيين سواء كانوا مغاربة أو غير المغاربة. إذن نحييكم كاملين. في دقائق فقط أردت أن أشترك معكم هذا الخبر اللي هو خبر حصري للأخ رشيد زين الدين، وهو أن بإذن الله تعالى سيتم وضع شكاية
ضد نظام محمد السادس أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب قتله للمدنيين وبالإبادة الجماعية بالخصوص، لأنها يعني تهمة يعاقب عليها القانون. تحياتي لكم وإلى اللقاء إن شاء الله في مباشر آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا سهلا ليلى. ويل فلو، يل فلو.